يجون الشباب يطمرون عليه، فنستغل ذا الوقت نغني فيه انا والشباب. لك بالطبخ انت؟ قلت أنه يحط مرضاق مقياسي. ها؟ كافو. أنا وأنت بزعد بزعد نخلي على الحلا وأنا وأنت نطلع على الجدار. على ودي ودي راح أقول. فو فو. أنا ما بسوي شيء، أنا منتبه لنفسي يا حبيبي. والله بزعد. بزعد. ابو زيد يا مسكين والله يا مسكين مسكين صح مسكين انا مسكين والله مسكين عليه والله يعني مسكين ما بنقدر هذا ما لك كلمه ما لك كلمه مثلك مثل الاستقل الحمد لله يلا يلا الله يمريضك مثلك مثلي ترفع صوتك علي اكسر وجهك ما له دخل ما برفع صوتي الا لانك سويت شيء غلط الحين ترفع صوتك اكسر خشمك هنا الحين ويوم ابو منصور المدير حقنا ابو منصور المدير حقنا تاكل يا مال عفوا ابو زيد تدري اني امزح معك صح بالله بذمك تدري ولا لا يرد لك المزح حلو مزح جميل حبيبي انا احب اللي يردون بسم الله حررت فيها مرتفع متوتر اوف الضغط ما في قدام يا اخي المره الجايه كفو والله والله ندري والله ندري بس يوم سمعت لربك انا كش على تركي انا قلت افطس هذا الوقت الله والله اني انبسطت يا تركي طيب دوسي هو اي تعال بس على يا تركي لا 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 يا تركي بس على هو انا عارف هذا بس انا هذا ابن انوار ابن عمك والله يدور في الشارع يا ابو هلال والله يوم قرات المسعري يا ولد ما هبل انا اقول يمكن المسمري ما تحسن تعال عادي خلينا والله على قلبي ان شاء الله مرحبا سلم الله يحييك يا مسكين محمد منصور هنا تعال 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 انا صاير في المجموعه فيك بتاع كله يعني ادخل داخل اكتب والله احنا صار محكم ما تغير بدل ما احكي ايش حاطه مسؤول ها مسؤول محكم ما يتغير حسن مسؤول محكم ما يتغير ابراهيم ما شد الاول ما شد الثاني ولا الثالث يكون كل واحد عند اللوكيشن نفسه قلتك سالم انا منصور ومحسن عند المسجد ماسكين بعض بعدها بيزعل واحد ما ندري وبتشوف لا اذا زقت اخلاقي وصارت تجاري ليه ليه افعل انت لا تقدر تستغربي ما العلم ليش كبرت ليه العلم شهرت ام العبيد ما انسان اعلامي اعلامي لازم يكون عندك نفس طويل لا بس هاني لا تقطع هرجي ثاني مره ولا حسن زاد الحمل عليك وزع حسن انت حط راسك في زي ضيق حلو لا على العكس صح اللي ده لا انا وزع انا وزع بس المشكله تدري وين تلعب الناس اللي ما تفهم هذه المشكله حتى وانت توزع شغلك ايش رايك ايش رايك تعال هذا كذا 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 ما يفهم حسن والله مو لايق عليك عصبيه والله هدي انا بنتكم مسؤول انت مسؤول لا بد تتحمل مسؤوليه مسؤوليه ما عندي مشكله يا محمد بس مسؤوليه في بعض الناس فيها وقاحه ما تعرف المسؤوليه مو الدرجه هذه لا في ثاني شيء اللي ما يهتم بالعمل انت ايش تهتم له
مو بقضيه ما يتم العمل بعضهم. انا قلت حتى لبت شاب سابقا قلت تجيك من اخر الدنيا تعال عندي زين البلايا البلايا بعد اخرتها جاء قال لك ابيك تقول لي مبادره ولا تدشين. طيب انت ما هي بطايره الدنيا ولا بدا شلون عملك ولا مبادرتك اليوم لا ما تغلط عن موضوع الشيلات والله ما حجر حرام عليك ليش ما تتكلم موضوع الشيلات ما اسمحوا لي زعل هم ما هم ليش ما تكلم انت واحد تكلم في مايك في مايك طاب حسن 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 ليش بحسن حسن انا قلت كذا ما حسن عطنيه بالله يا ذلي معز تعال تعش ولد ماجد تعال ماجد اعطوك اسم سوري الحين وش هذا انت ولا فادي ماكي لا انا ما سمحت شلون يا مجد؟ والله عينك والله اني ما بيها بفرقعها والله انا ما بيها بس ما بيها اتخلى عنها مو انا اللي يحطوني في مكان واتراجع عنها بس انا هذا خلاص ابو زيدة مين عليك من ابو منصور محمد منصور ابو زيدة انا ولد ناس مربى ما جانس حد ينظم وانا 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 خلاص انتهى ابو زيدة ما دخل ما شاء الله طيب انت لما تقول اكسب العلم الغانم انت لما تقول اكسب العلم الغانم علي ايه يا رب تنزلني يا رب علي ايه واقط طول الحمد اخلاق زي اليوم تخلصت قام يتعشى ويضرب الباب الحين منظم بطل ودور كان ممتع معك والله انا محشي ريق للي وانا متكلم وفيك وانا عليك خصوصا للي وانا في واد ولا عرف في واد عندك عود عني صاحي هو ابغط كذا من فتره ما قلنا شيء لان غير لا سوي 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 كوميدي علي سوي تصاليح ونزلوك استاذ كوميدي كذا ما تنازل اسمع عليه سوي نكوت زلنا عاد مره جهاش فيها ابو زيد انتفخ فجاه ما احب احط طقطق على غيري ايش فيك انتفخ فجاه انا اقعد طقطق انا ماني عندك سبح لا تقعد طقطق علي سبح لا عطني عطني عود خلينا نسمع رجع بعود اخاف تنفجر يا ولد خلاص ما انا خايف عليك ابراهيم والله اني احبك والله انت اليوم يا اخي اقسم بالله يا فين يا جمهور يا انا خطير خطير حدك حده من بسالفة ابراهيم انت تكبر يا ولد تخصص موضوع دخلت موضوع الشيلات طيب تبغون ندشن تبغون نسجل اعمال تبغون ما عيوا تلمون والله انك طولتها والله يا محمد انك طولتها والله هرب ومهرب هروب يقطع البث خلنا نتكلم انت واثق من نفسك حاجه بذكرك عليها المفروض ما قلتها انا عليك عاد انت انت من كلامك ورايك خلني اتكلم طيب ارد عليك ليش تهرب مني وتسكت انا ليش ما خليش خايف زيد ارد عليك ولد حسن زيد ما بسجل مش اعطي وقته من وقته خلنا نتغدى ونعطي ما يقدر يزعل علي تجل بوزيدة حبيبي حبيبي تقزعل علي بوزيدة يا قلبي عن نظرة أنا تسحرني العين والنظرة والله حبيبي سنين عيال مجموعتنا ضروري دقايق بدأ اجتماع بسرعة حاضرين يا مدير كبير يا لا مدير مدير كبير ابو زيد تم خالد 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 البقيه متحركين ليش ما احضر ليش ما احضر ايش اللي منعني ما والله يمكن لحاجه في نفسك لا هذا يمكن عندك الواقع لا ما سجل اسمي ارفع على الرجل الحقيقه ما والله حقيقه ما والله بنعتاك لا 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 ايش ابو زيد ابو زيد وكله ما يدري معني ايهاب يا مدير سريع يا شباب الحين اقعد على السالفه وين ناصر القمي ناصر القمي لا ياكل محسن محسن ناصر القمي لا ياكل يصار ابو المشكله المركز الاول المشكله ما يدرون انه هو اللي ماكل نص الاكل نعم ايش كنت بقول عنك وش لب باقل كنت بقول الشخص هذا ما عرفته زين باختصار شديد اقسم بجاه الله لو اقعد انا وياه على طاوله برايم اني انسحب لعيونه اقسم بالله انك تبغى يا موت خلي
يا موت خل محسن يا موت خل محسن ثاني لو تكلم انت بيقطعونه لا خلا والله ولا عدم لا خلا والله ولا عدم ايوه يقولون محمد الصقري مالك انت ما طلعت لي يومين ضيعت المايك طيب بالنسبه اللي نطلع حالي 80 تفاعل واكثر من 92 فين ودي وش انا فين انا فين انا مين انا انت مين انا مين يا اخي لا تعطونهم اكثر من حجمهم اقسم بالله ما عندهم اي شيء صارت بيانات على الفاضي صارت مكتوب بيانات ابشر خطاب رسمي خطاب شديد اللهجة ولا وزيد بس طريق لأنه ما في طريق ما في طريق مجموعة وماسكها فهد ايه اللي سمعك كنا زينين وبنروح فيها انا رايح فيها من زمان عادت على فهد رجع له يسلم انتوا خلصوا علينا اي بسرعة في الهنجر على الدائرة التنمية ارحموا عزيزة قوم من ذل يا قلب سريع يا مجموعة بيزع سعيد الحارث بيزع سعيد الحارث ابو منصور اهم شيء ابو منصور لا لا الدكتور ابو منصور اكاديمية والدكتور هاني ابو منصور يا حبيبي محمد منصور قحطاني عيافي سعيد خير الشدق عيافي لبيت اهم شيء كلنا نكون قلب رجل واحد اهم شيء بس ترى ما قلت انت قلت الكلام هذا قبل شوي لا انا ما قلت ما قلت شيء ما قلت تسحبها اسحبها بولدها بعد كيف من؟ كيفي لسان مين؟ ساني بكيف مين؟ كيفي نقهر قلوب ناس ويني ويني يا عيال ابو منصور قدامي يهرج انا اقول كومو كومو ماجد ماجد بالله عطها عبد الله عشان يكتب الكمبيوتر عشان عبد الله ضيف بعض الاضافات اذا خلصت اكتبها هناك عندهم ايه بالكمبيوتر هم يبغون اكتب الكمبيوتر عبد الله بمجموعة مين ما بقى عندنا ترى الا ربع ساعة يمكن ولا ترى 25% تروح علينا ترى المشكلة ان احنا كلنا في مجموعة واحدة يعني بنلعن خير خير ربع ساعة وتعال اختاروا ولا تروح عليك يلا مصطفى ما ادري ايش فيه عصبي تخيل انت هاي شيء ثاني اي بس ما اتوقع المشهد اللي فيه وش هو اتوقع مشهدنا الاخير بس اللي هو ننزل تعشيت حزان انا عارف حزان ولا فش ابشر اي الله لا يهين راح اروح معك انا اكتب كابو يا الرئيس مشكله حبيب كابو انا والله العظيم مشان ودودك اليوم عليه قوي والله العظيم مش فاكر اليوم برود برود بس على الرايق يا رايق تبي توصلها اليوم 50 ولا 100 نبي نكسر رقم قياسي انه انجاز 50 طبعا في ساعتين لا سووها هم هذا إيجاد رقم قياس أكثر من عدد فقرات يسواها في جميع النصر صقري لا 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 لو ما كان صوتك زين صقري لو ما كان صوتك زين ما نزلت المقاطع كلها في يعني هو يا عم مقطع شين ينزل شو تناقضه طالبين منك شيء صح اي قالوا لك طلع يا تشله يقولون وبجيبها ان شاء الله شو بدك ما زال باقي فيها لا ارتفاع 80 والنبات 92 يعني يا الاعداد كذاب يا انهم هم ظالمين واحده من ثنتين من كلامهم هم من كلام بروفايلك معرض اليوم يا اخي يقولوا محمد الصقري انت ما شفت الحلقه اليوم انت طلعت يومين بس واختفيت في اليومين ده ضيعت الفلتر حق المايك طيب ما عندي مشكله طلعت يومين طيب ولا الارتفاع اللي معطيني 80 في فقرتك في بروفايلك معطيني ارتفاع 82 ولا الانضباط 92 اليوم يعني انا اروح مين ولا يسار ولا وين يعني ايش بالضبط انا متفاعل ولا مش متفاعل يعني خذ يمين ولا يسار خذ يمين راح يسار راح يمين راح يمين راح فوق راح فوق نزلوا تحت ما يا رب العلاس امس وسير واصل سم هذاك تبغى ايه قلنا بك الكمبيوتر ها الكمبيوتر
على الكمبيوتر بجيك. بس بس في شيء اسمه على العكس. عطني عطني الانتقادات مثل ما قال محمد، عطني انتقادات ما عندنا مشكله بتقبلها بس هادفه. ثاني شيء لا لا تهدم كل شيء انت يعني مثلا على محمد تراك ما سويت شيء يا رجل، خلينا نكون صريحين شوي، هذا ما سوى شيء، قتل كلنا ما سوينا شيء. والله العظيم من جد اقسم بالله محمد في كل مكان ينشد وفي كل ما ادري ايش ويتكلم يا اخي يا رجل خلينا نكون صريحين. طيب واحنا كلماتنا اللي نقولها بعد الصلاه مع الضيوف مع 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 ما يشوفوا ما هذه يتوقع وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا مو صحيح. مع اني اقولها بالفهم من المليان والله العظيم اننا نستفيد منهم ومن انتقادهم شيء اكيد 100% والله مو مجامله ولا لا والله اللي حق نستفيد منهم بس بعد بس والله فائدتهم قليله ما هي بواجد لانهم هم مسخين شو ايه انا ما عندي مشكله انتقد لو اخطيتك ما عندي مشكله اقول اخطيت على العكس تفيدني انت لكن يا اخي اسلوبك اي بابا بس اسلوبك ليش تهرب ليش تهرب ليش تهرب والله بدي حسن نعم رحت لك هنا حسن ما عنده مشكله انتقد واذا اخطيت انا بقول اخطيت ما عنده مشكله اما انك يا اخي رجل اسلوبك حسن اسلوبك انت جال يا اخي مايك مفتوح كذا طافي ما هي بطاريه ها القائد جاء القائد جاء شباب القائد جاء القائد فهد جاء القائد فهد سلمته زيد اول ما شاف محمد نصر حبيبي 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 يا الحين ما له تزلف الحين حبيبي 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 قرب مني قرب مني قرب مني مايك يلا بقولها بقولها عرفت وقفت على بي يا حسن حسن انا بعلمك حاجه مهمه انا ما عندي مشكله انتقد دقيقه جايك يلا ابغى اتعشى مثلا انتقد واذا اخطيت انا بعترف ما عندي مشكله لكن اسلوبك خلي اسلوبك راقي شوي اذا انت تكلمت عدني وصلت اتكلم انا خليك تتكلم طول الوقت خلص افكارك بعدين انا اعطيك افكاري مو تقطعني تاخذ لي حبه حبه ثاني حاجه لا تهرب من الكاميرا اذا حسيت انك انت ما عندك شيء عاد تروح تهرب من الكاميرا عشان انت عندك بتطور عندك المخرج صدق يا ابو مصادر قويه عندي ضعف اكيد شكرا انت تدري اساسا ذاك اليوم يوم كنت اتكلم مع ماجد العسيري وقلت له عن موضوع الصلاه برد غير الموضوع كامل وراح الموضوع طيب من اللي ما صلى يلا يا شباب احنا احنا في محور ثاني الحين عن اللي ياخذ اغراض وما ادري ايش وانت الكلام كله انت قلبت المحور والله كني شايف انت الضعيف يتهرب وياخذ المواضيع البسيطه بس انت حسن ونوار المضيف ان شاء الله الله يعيني عليك هذا المدير الجديد حبيبي 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 حظبطكم ان شاء الله حظبطكم حظبطكم بالدرجات فهد الحركان ساير النهار نعم يا فهد يا ساير والله العظيم اقسم بجلال الله انا من غبن من ساير الى المضيف يلا بدر يا اخي ابتجح الى المضيف ولا حد يسوي ولا حد يسال هو كل شوي ولا يفهم الفكره بعدين اللي قلت له الفكره الان سام وايل للمصلين دائما نقول بس كمل الذين هم عن صلاه الانسان قبل شوي احنا في المضيف ايوه كمل الوقت اللي قعدنا من دون اي فائده ما استفدنا اي شيء لا ناقتي ولا جملي صار ازعل علي لا من غيره يا رجل احنا المشكله تدري وين المشكله ترى كلنا كلكت هذه المجموعه هي نفسها المجموعه الاولى يعني لو تضررنا لا يعني ما عندنا احد بالمجموعه الثانيه ترى يعني لو تضررت من نظر صح سته كلهم في المجموعه الاولى وبقيه السته متقسمين على الفرق الثانيه ترى هذه مو مصالحنا احنا نفكر شوي ترى لعبنا 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 خلينا نخلي خط رجع عندنا شوي خلينا نفكر خلينا نفكر بمصلحه الفريق شوي من بنروح والله يا بعض الشباب نايم على الصلاه 24 ساعه ولا ويجون كلمه لك لا اله الا الله اولا هذا التكليف اللي جاني هذا تشريف بعد شرفوني فيه ناس ان الله يجعلنا ان شاء الله عند حسن ظنهم